جميل صحيح. طيب نستعرض مع بعض التشكيل الخاص بكلا الفريقين غزل المحله مع طلائع الجيش. نخليها شويه، حاضر نخليها شويه. التكوين يا كابتن طارق، يعني التكوين الفريق نفسه بتاع غزل المحله، اتكلمت على الصفقات وعلى انه المسائل ما بقتش فرديه، يعني كيف تم تكوين هذا القوام الرئيسي من اللاعبين؟ يعني يمكن زي ما قال كابتن عادل، الستاف اللي موجود كله ناس خبرتها كويسه يا كابتن، كابتن عمر سعد، كابتن وائل حبيب، والقائمين كابتن طه السيد، يعني مجموعه قويه جدا جدا. باشمهندس وليد الدم والحريه والانطلاقه بدانا نجمع سكواد كويس، ضمينا اكتر من 20 لعيب بطريقه متوازنه، يعني جبنا عنصر شباب وجبنا عنصر خبره. عنصر خبره بيؤدي ان شاء الله باذن الله، بيؤدي لطموح جمهورنا الكبير، بيؤدي لطموح الاداره، بيؤدي لطموح البلد كلها طبعا، وبيؤدي لطموح غزل المحله. غزل المحله نادي كبير يا استاذ محمد طبعا، وبيمتلك جمهور على اعلى مستوى. لو شوف النادي اللي في ماتش الاسماعيلي تحس ان انت في ملعبك. فالحمد لله والشكر لله لمينا سكواد كويس جدا جدا، عملنا معسكر ثلاث معسكرات لضيق الوقت بالنسبه، او مش ضيق الوقت لكن الملعب طبعا في حاله تجديد شامل، بنيه اساسيه، فعملنا حوالي خمس معسكرات، ثلاثه منهم في اسكندريه، اثنين في اسكندريه، واحد في برج العرب. عملنا حوالي اربع ماتشات وديه، خمسه درجه ثانيه وخمسه ممتاز. النتائج تعتبر كويسه جدا جدا جدا. اللعيبه حصل تجانس بينهم وبين كابتن احمد عيد، اللعيبه الجديده طبعا. لكن احنا بدات ده اللي عايز اتكلم فيه، لانه في مدرستين هنا يا كابتن، مدرسه بتروجيت كمل باللي طلع من الدرجه الثانيه وصفقات قليله، او غزل المحله اللي بيبرم بنتكلم على 20 صفقه تقريبا في 20 صفقه الحاجة. تمام ليه التوجه جه بالشكل ده؟ يعني 20 صفقه، 20 صفقه. ما انت حضرتك يعني انت بعد مرحله دوري المحترفين يعني احلال وتجديد، على فكره مش كتير 20، يعني حضرتك حرس حدود 24 وتقريبا في اثنين يعتبروا، لا هي مدارس، يعني في مدارس مدارس في اللي لكن انت طالع وعندك طموح، لا انت عندك طموح، هو زي ما كابتن عادل قال مجلس اداره على اعلى مستوى عايز ينجح، عايز يعني طموح الجمهور عندنا مهم جدا جدا. غزل المحله كبير في مستقبله، ما ينفعش يبقى في درجه ثانيه ولا محترفين ولا كده. فاحنا يعني حتى في تسويق اللعيبه حصل حاجه زي المراصفه، يعني جبنا لعيبه ناشئين صغيرين في السن بيكملوا معانا في نيشان، على فكره كانوا متأيدين اي مقوله من ال 20 ولا غيرهم؟ لا في ال 20، من ال 20 نفسهم. في لعيبه تحت السن، يعني تحت السن. احنا عملنا توازن حضرتك للمرحله المستقبليه. مجموعه تقدر تأدي ان شاء الله باذن الله، نكون في التسعه الاوائل، وده ان شاء الله باذن الله نتأمل نكون في التسعه الاول. الدوري دوري استثناء زي ما انت قلت، 17 طبعا. ماتش البونت فيه غالي جدا جدا طبعا. باذن الله ان شاء الله، انا يعني مش حاسس ان احمد عيد بطموحه، واقول يعني هو مدرب طموحه جدا زي ما كان لعيب. ماتش الاسماعيلي اللي حدش عارف ان احمد عيد كان رايح يكسب. لو شفت التشكيل الاولاني احمد عيد رايح ياخد 3 بونت، لكن ظهور الولاد الاسماعيلي صغيرين لكن ظهروا بشكل كويس، هو ما شاء الله بخبرته عرف يعدل تشكيله ويطلع ببونت، بونت غالي جدا جدا، انا شايف ان هو كويس ودفعه، وربنا يكرمه ان شاء الله في 3 بونت ان شاء الله، وهو الارجح ان شاء الله.